الشخصيه كنائب رئيس النادي، وعلي المشرف مرتضى منصور رئيس النادي، ومجلس الاستاذ اعضاء مجلس الاداره كلهم، وكل جماهير نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك، مشكور جدا والجهاز الفني واللعيبه على حسن الاستقبال والمتابعه من اول ما حطينا رجلينا هنا في تونس، حضرتك ما سبتناش، فاحنا بجد بنشكرك جدا على حسن الاستقبال وعلى الحفاوه وعلى المتابعه لحظه بلحظه على احوال الفرق. ان شاء الله ربنا يتمم على خير في وجود حضرتك، وربنا يكرم ان شاء الله. ويعني على نادي الزمالك بنقدم حضرتك بقى حاجه غاليه علينا كلنا، درع نادي الزمالك. شكرا وشرف كبير ان انا استلم منك يا استاذ المستشار درع نادي الزمالك، و بيتكم ومكانكم وسفارتكم، وانتم سفراء مصر في الرياضه في الخارج، دايما نسعد بيكم ونتشرف بيكم، ويا رب ان شاء الله مصر. يا رب ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا، ميرسي يا فندم، ميرسي على ذوق حضرتك.